ويا هلا، اتمنى لكم يوم جميل. فيديو مشتريات جديد. طبعا في مشتريات تانية ولكن ملهاش لازمة ان هي كانت تتعمل فيديو، لان هي اعادة لانواع خيوط احنا اتكلمنا عنها قبل كده، فما فيش اي داعي ان هي اصلا تتعمل فيديو وتتصور. اوكي، المشتريات المرة دي شوية مختلفة وشوية هتستعجبوا لها، ولكن خليكم معنا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. هنتكلم النهاردة عن الخيوط والمشتريات اللي جبتها. طبعا جبت ده على بعضه 8 حوالي 12 بكرة. تمام، ده نوع اسمه كاتيا، طبعا ده خيط اسباني بيتصنع هناك. البكرة عبارة عن 50 جرام وبتبقى ميكس. ازاي يعني؟ يعني بتبقى كده، بتبقى خيط عامل زي خيط الفتلة وبعدين تخين زي الفتلة ويتخن. طيب ايه لازمته ده؟ ده بيدي تأثير حلو قوي في الشغل. بالنسبة لي انا يعني مش بشتغله غير بغرزة الحشو وبس، فبيطلع تحفة قوي ومميز كده وجميل كمان في الملمس بتاعه. هو 4% بوليميد والباقي اكريليك، 45% و 51% قطن. فلو حابة تعملي منه بلوزة نسيجها متماسك بتكون حلوة قوي. عايزة تعملي منه بلوزة وتكون صيفي كده وفيها حركات، برضو ده هيصلح معاكي جدا. وعملت اعادة بقى لخيوط. ايه هي الخيوط؟ الخيط ده عملت منه اعادة. ايه هو الاعادة؟ هوريكم حالا. ترى شايفين اللون القمر ده؟ طبعا عارفة ان انا جبت منه الكافيه وجبت منه اللون الاسود واشتغلته، وفي ناس اخدته تحفة اللون بصراحة، بس اللون ده كنت اول مرة الاقيه وقلت لا مش هينفع بقى ابيعه، لازم اخده ليا. تمام، دي عملتها كوفية لبابا وطلعت تحفة فنية، لسه ان شاء الله هوريها لكم في الفيديوهات الجاية. ودي برضو هعملها كوفية ولكن ليا انا. طبعا ختم شعر وينفع حريمي ومش حريمي وكلام من ده، ينفع جدا وهو ناعم قوي زي البلوفر اللي انا لابسه ده كده. تمام، ونفس الهيشام بتاع الفتلة وهيطلع برضو ناعم زيه بالظبط. اوكي، فهيطلع مميز قوي، فتلته رفيعة وهشتغله تريكو، مش هشتغله المرة دي كروشيه عادي ولا كروشيه تونسي ولا اي حاجة من الكلام ده، هشتغله تريكو بغرزة حلوة قوي وفيها حركات كده وتكون كوفية حريمي وكمان تصلح رجالي. تمام، لان انا اصلا واخدة الستايل من الستايل الرجالي وهي عجباني ان انا البسها حريمي. تمام، جبت منها 5. طبعا كنت عايزة ازود ولكن هو ما كانش فيه الا 5 دول، وكنت عايزة طبعا اعملها قطعة ملابس او حاجة، ولكن هي 5 دول بس اللي متوفرين. طبعا هي تنفع تتعمل قطعة ملابس بخمس بكرات، ولكن يعني حبيتها ان تكون كوفية اكتر، بالذات ان مفيش منها كمية يعني. ورجعت كمان عملت اعادة للون ده، طبعا انتوا عارفينه بالشكل ده بس. تمام، الشكل ده انا جبته وعملت منه شنط، وان شاء الله هتشوفوها زي ما عملت منه الشنطة دي كده، بس رجعت عملت منه شنط تانية بفرام من غير فرام، يعني تفاصيل كتيرة فيه. فجبت ده اعمله قطعة ملابس وحريمي وهتكون اوفر سايز، وجبت منه 15 واحدة. ليه الكمية دي كلها؟ هقول لكم ليه. اولا الخيط ده كنا عاملين عليه عرض على الصفحة، لو ما تعرفوش الصفحة هتلاقوها في اول تعليق وهتلاقوها في صندوق الوصف. هو والخيط ده كان عليه عرض لمدة الشهر بحاله، وطبعا كلهم خلصوا، فخدت انا كمان ليا منهم كمية ليا. طبعا ده انا جبت منه اللون الجملي، عملت منه شغالة فيه في الدرس. طبعا لسه ما يعني ما عملتوش لانه عييت وجا ظروف غزة وكلام من ده، فقطعت شغل فترة كويسة قوي ورجعت تاني اجمع خيوط واجمع شوية ميديا وحركات من دي. فجبت كمان ده معاهم، اضطرت منه لسبب. اولا هعمل اوفر سايز، تاني حاجة الخيط ده لو فاض منه هينفع شنطة تحفة. ولو ملاحظين ان هو فيه شوية ماتشنج او قرب لون ما بين ده وده، ده لون شوية اسود باهت وده اسود داكن، فهينفع قوي ان هو يكون حاجة ستايل حريمي او رجالي تحفة، ولكن انا حبيته حريمي ويكون حاجة كمان ليها سوستة. فمتشوقة جدا ان انا ابدأ فيه لانه كمان هياخد وقت طويل فلسه مش عارفة. طبعا بما ان الخيوط بتغلى وهو عليه عرض، فحبيت ان انا استثمر في نفسي واخده وانفذه حتى لو بعد فترة طويلة، ولكن هيكون مميز وحلو قوي.
وحاجات تانية صغنطوطة كده عملتها. وهو ان اشتريت البقر ده، اشتريته طبعا من سوق الخميس على الوكالة، يعني اماكن مختلفة، بس الوان تعقد يا بنات. الالوان دي انا بجيبها وببالغ في كمياتها كده، لان انا بعمل تطريز بيها. تمام، اشتريت كمان الخيط ده معاه كمان الابر دي، ابر تطريز ارفع نوع، عشان طبعا الخيوط اصلا رفيعه. دي الوان حلوه قوي، مبسوطه جدا بيها. كمان الوان صعبه ان احنا نلاقيها في خيوط التطريز العاديه. بعدين انا تطريزي اقرب للخياطه منه لتطريز عادي اللي انتوا طبعا بتشوفوا فيه حركات وكلام من ده. فجبته واستثمرت فيه حوالي دول كده كلهم على بعض بحوالي 40 جنيه تقريبا ب 40 جنيه او اكتر شويه، ولكن طبعا الكميه رهيبه. في خيط كان عندي من قبل اللي هو الرمادي ده، تمام، انما الباقيين كلهم الوان جديده جدا. اكتر خيط متحمسه ان انا اشتغل فيه هو الخيط ده والخيط ده، تمام. ده نفسي اطلع منه النتيجه والبسها الشتا دي في وقتها، ولكن طبعا مش هينفع. ولكن هي دي كل الخيوط اللي اشتريناها، وفعليا مميزه جدا. لو حابين انتوا تشوفوا الخيوط دي اول باول لما بتنزل، روحوا على صفحه المنتجات هتلاقوا فيها الخيوط دي اول ما بينزل عرض على اي حاجه انا بقول، وقولوا لي اي خيط انتوا متحمسين ليه اكتر من التاني. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وفيديو مشتريات مختلفه ان شاء الله. مع السلامه، باي.